ونبقى مع هموم الشباب حيث تتفاقم بطالة هذه الشريحة وتتنوع التحديات التي تطرحها في غياب حلول ناجعة. رغم التوجه نحو إنشاء مجلس أعلى للشباب، إلا أن بطالة هذه الفئة تتطلب تضافرا وتنسيقا للجهود مع من القطاعين العام والخاص. الزميل سعد عبد الله يتناول جانبا من هذه الإشكالية ضمن التقرير التالي. البطالة شبح يطارد فئة الشباب الموريتاني وصداع مزمن في جسمه، إذ تشير بعض الإحصائيات المستقلة إلى أن نسبتها تجاوزت 30%، في حين تقدرها الدولة بنسبة 10%، في ظروف اجتماعية عامة قد لا تكون بالأريحية المطلوبة، ما جعل الطبقة الكادحة من أجل نيل منصب تعاني من تقليص الميزانيات المخصصة للتوظيف ودمج الشباب. يا الله تعود فيه حالة لإنقاذ الشباب. يعني الشباب اليوم عاد ضحية، وعاد لا الواحد يتخرج من جامعة يقبل شهادة ولا شهادتين قاعية، واللي عنده 3 شهادات وأربعة وقوم ماشي وتوم أجبر عمل، وبالتالي يصبح متفوقين قاعد عليه واحدين آخرين ما قرأوا قاعد عند الراس، يصبحوا موجدة في المؤسسات ويصبحوا بالتالي هذاك الوكالة تراعي فيه ما فات عدرت شي من البروجيات السنة ما فات عدرت فيش. وقد حاولت الدولة احتواء الظاهرة، وذلك من خلال وكالة أسندت لها مهمة التوظيف والتأطير، استطاعت أن تحقق بعض المكاسب في ذلك كما يقول القائمون عليها. خلاصة قد نقول عن الوكالة، يستفاد منه سنويا من 700 إلى 1000 رجاج في سنة عادية، وفي سنوات قد يتخطى ذاك الرقم الى اكثر من 2000 والله لتلاف من اصحاب الشهاده ومن غيرهم. بهن وكاله ما هي مختصه لحمايه الشهادات وحدهم، ياك ذاك ما يعرفه الناس كامله، هو مختص بالشباب، الشباب بصفه عامه. إشكالية بطالة الشباب الحامل للشهادات يحملها البعض لعدم ملائمة التكوينات المتوافرة لحاجات عالم الشغل، وهذا ما يزكي الاختلال في المنظومة التربوية لدى البعض من هذه الفئة. غياب التخصصات المطلوبة في سوق العمل الوطنية، وأيضا ترجع أيضا إلى عدم الاستثمار في القطاعات المشغلة بشكل واسع سواء من طرف الدولة أو من طرف القطاع الخاص، أيضا عدم توفير فرص عمل حقيقية من خلال القطاع الخاص، أيضا ضعف المساهمة. هناك أيضا التخصصات أيضا لها دور مهم أيضا في تفاقم ظاهرة البطالة في صدور الشباب. عزاء البعض من هذه الفئة في وعود قطعها الرئيس على نفسه في خطاب تنصيبه بإعطاء مكانة خاصة للشباب في مأموريته الثانية. سنعمل خلال السنوات الخمس المقبلة بإذن الله تعالى على أن يحتل الشباب الموريتان والنساء الموريتانيات المكانة اللائقة بهم في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وكانت جموع من حملة الشهادات العاطلين عن العمل قد نظمت وقفات عدة للفت انتباه الرأي العام إلى ظروف الشباب، وهي الظروف التي تجعل من معاناتهم اختلالا في البنية الاقتصادية ما لم يستفد من فترة عطائهم. ومتابعة لهذا الموضوع نستضيف في الاستديو جعفر محمود رئيس منتدى الشباب للبناء والتنمية. أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم. بداية، كيف تقيمون برنامج تشغيل الشباب والمبادرات الحالية في هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة الساحل على الاستضافة. نحن يعني أولا أبارك للشعب الموريتاني بتجديد مأمورية ثانية لفخامة الرئيس محمد والعبد العزيز لمأمورية ثانية. أولا أريد أن أقول بأن الشباب هو قوة، الشباب طاقة، الشباب قوة حية، هي المحرك الأساسي لعجلة التنمية في العالم، في البلدان خاصة. نحن في موريتانيا الشباب يمثل 70%، والرئيس الموريتاني الرئيس محمد عبد العزيز رئيس الجمهورية كان يعني مباشرة هذا كان يعني فاهم رسالة الشباب وفاهم دور الشباب في التنمية وعجلة التنمية. لكن نحن يمكن أن نقول أن ما زال المطلوب، ما زال الكثير، لأن الشباب عندنا هناك كيف يكون يعني خريج الجامعة يكون يعني التخصص ملائم مع سوق العمل، كيف تكون يعني المعادلة يكون توازن بين سوق العمل وبين كذلك
وبين كذلك يعني الشهادة التي يحمل. كذلك وكالة تشغيل الشباب ما زال يعني المطلوب منها الكثير، ما زال هو كيف يكون يعني إنسان تخصصه أدبي وهكذا، كيف يمكن يعني يكون في تكوين وتعطير الشباب. الرئيس محمد عبد العزيز يعني في مأموريته الثانية قال بأن الشباب لابد أن يكون له مكانة مناسبة في يعني في عجلة التنمية، ومن ذلك الأمور التي نحن الآن بصددها هو تشكيل مجلس الأعلى للشباب. لكن مجلس الأعلى للشباب نحن نريد هنا أن أقول ما يلي، أن مجلس الأعلى للشباب نخاف أن يكون بمثابة اقرأ تفرح جرب تحزن، بسبب أن فيه مجموعة يعني المجموعة التي الآن هي المشرفة على المجلس الأعلى للشباب فيه كثير من الشباب، 90% من الشباب الموريتاني الآن يتخوف من اختطاف المجلس الأعلى للشباب من طرف مجموعة معينة، ولذا الشباب قاموا بعدة يعني كتابات في الانترنت في الريزو سوسيو في الفيسبوك وفي تويتر وهكذا ينقدون يعني الآلية التي يتم الآن بها إعداد المجلس الأعلى للشباب، لأن الآلية التي يريدها رئيس الجمهورية أن تكون شفافة، والرئيس قال للجميع وقال أمام الجميع الرئيس الجمهورية قال بأن المجلس سيكون شفاف، سيكون يعني فيه الناس كلها، وهذه اللجنة الآن تحاول أن تعمل مجلس تحت الظلام، مجلس خارج تماما الناس يعني غير راضية عنه. جميع التشكيلات الشبابية الداعمة للرئيس محمد عبد العزيز الآن تشن حربا لا أودة لها على هذه السياسية. ما دامت هناك إرادة سياسية أين يكمن الخلل؟ وما هو المخرج بنظرك؟ الإرادة السياسية موجودة، الإرادة السياسية لأن الرئيس محمد عبد العزيز أعطي ثقة تامة في الشباب، يريد الشباب أن يكون يعني بالمفهوم، نحن نقول بالمفهوم الطبقة السياسية. هو تصور الرئيس، أنا كتبت مقال في هذا الموضوع قراءة في خطاب التنصيب يعني منشور على موقع الأخبار، هو أن تكون يعني في تجديد الطبقة السياسية ودور الشباب، هو تصور الرئيس هو تجديد سلوكيات معينة، هو أن كيف يكون الشباب يعني قاطرة للتنمية، كيف يكون الشباب يعني الشباب يعني نحن عندنا كثير من الكوادر، كيف يكون يعني استثمار هذه الكوادر واستثمار هذه النخبة في ما يسمى بمكافحة الفقر، في ما يسمى في الزراعة في الطاقة في المشاريع الكبرى للبلد لبناء الدولة. لكن نحن نقول ونؤكد أن المجلس الأعلى للشباب اليوم أنه الآن في خطر في تشكيله، من ناحية أن المجموعة الآن المشرفة على المجلس الأعلى للشباب هي مجموعة للأسف الشديد أظهرت أنها غير مؤهلة لتشكيل هذا المجلس، لأنها تعمل أمور في الظلام، لم تخرج للشباب الموريتاني قاطبة الآن ماذا تريد وماذا تريد أن تفعل. يعني نسمع عنها مرة وأخرى أنها ستعين نفسها في المجلس الأعلى، ونسمع مرة أخرى أنها ستكون هي المكتب التنفيذي، لكن هذا ليس رسالة للشباب، لأن المشروع الكبير للمجلس الأعلى للشباب هو مشروع بناء اختاره رئيس الجمهورية، والفكرة فكرة رئيس الجمهورية. على ذكر المجلس الأعلى للشباب، نعم، كيف يمكن للمجلس الأعلى للشباب أن يساهم في حل هذه المشكلة؟ المجلس الأعلى للشباب سؤال وارد، المجلس الأعلى للشباب إذا عطيت له فرصة وإذا شكل بطريقة نزيهة واختير الشباب الثاقب أصحاب الأفكار أصحاب المشاريع، الشباب الذي يحمل أفكار لا الشباب الذي يحمل مشاريع جيبية، الشباب الذي يريد موريتانيا لا يريد جهوية، الشباب الذي يريد موريتانيا أولا ويريد بناء موريتانيا ويريد خطاب رئيس الجمهورية تجسيد مشروع رئيس الجمهورية الكبير لموريتانيا والشباب ودور الشباب في التنمية، هذا سيكون له إجابة. أما إذا اختر على مقاس مجموعة معينة وأشخاص معينين في دوائر مغلقة معينة وصراع أجنحة، هذا سيفقد مشروع مجلس الأعلى للشباب للأسف دوره الهام، وستكون للأسف الشديد فرصة ضاعت على الشباب الموريتاني وفرصة ضاعت على موريتانيا. لأن مجلس الأعلى للشباب فكرة ممتازة طبقت في بعض الدول، إذا اختر له شباب له يحمل أفكار ويحمل مشاريع بطريقة نزيهة وشفافة وكذلك هذا سيكون يعني له. هل الشباب جاهز للعب الدور المنوط به من أجل حل هذه الإشكالية؟ نعم، الشباب الموريتاني أقول لك الشباب جاهز إذا وفرت له آلية، الشباب جاهز إذا وفرت له وسائل ممكنة، الشباب سيكون بإذن الله ملبيا للحظة وسيكون بإذن الله مشاركا في بناء الدولة ومشاركا في بناء التنمية تحت يعني قيادة رئيس الجمهورية محمد عبد العزيز. نحن الشباب الموريتاني نقول بأن الشباب ذكي، نحن عندنا شباب في جميع التخصصات في الطب في الاقتصاد في جميع التخصصات عندنا موجود، لكن كيف يكون استرشاد هذا الشباب إن شاء الله، وإلا ستكون الفكرة عبارة عن اقرأ تفرح جريب تحزن. شكرا جزيلا لك سيد جعفر محمود رئيس منتدى الشباب للبناء والتنمية، كنت ضيفنا خلال هذه النشرة. ونصل إلى